أهلا بيكو في قناة تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا الإيطاليانو كل لارا. النهاردة هناخد رابع درس معانا، وهو زمن مهم جدا أو زمن الفاتورة. شوف مع بعض كده، الفاتورة سامبليتش أو زمن المستقبل البسيط. زمن المستقبل يعني واضح من اسمه ان هو بيعبر عن حاجة هتحصل في المستقبل، يعني مثلا لما اجي اخطط لحاجة اللي هي فاري بروجيتي، هعمل مشاريع، يعني مثلا زي ما اقول ايه كويستو ميزي بارتيرو بير روما، يعني الشهر ده هسافر روما. ممكن اكون بقى انا في بداية الشهر ده لسه مثلا يوم واحد، هسافر يوم 15 16 وهكذا. حاجة متوقع ان هي هتحصل او بتمنى شيء فاري بريفيزيوني، يعني مثلا لما اقول ايه فريكوينترو لا فاكولتا دي ميديتشينا، هدخل كلية الطب. هنا انا بتمنى ان انا ادخل كلية الطب، فهستخدم il futuro semplice. او لما اقول مثلا دوماني سارا فريدو، او بكرة الجو هيبقى ساقع. تالت حاجة عندنا فاري بروميس اللي هي يوعد بشيء، يعني انا لما اجي اوعد حد بحاجه هستخدم زمن الفاتوره لان الحاجه دي لسه ما حصلتش. لما اقول مثلا دوماني ستوديرو، بكره هذاكر. اخر استخدام عندنا الجمله الشرطيه اللي هي البيريود ايبوتيتيكو، لما اقول مثلا سيدوماني فرا بالتيمبو والشيرو دي كازا، لو بكره الجو كان حلو انا هخرج من البيت. شوف بقى الكلمات الدالة عليه، يعني انت حط الفاتورة. كلمات الدالة عندنا هنا دوماني، دوماني يعني بكرة، دوبو دوماني يعني بعد بكرة، بروسيمو اللي جاي، فرا او ترا يعني بعد او خلال، بي وراه مدة زمنية، سي سي اللي هي إذا أو لو الخاصة بالجملة الشرطية. طيب صياغة زمن المستقبل في الثلاث مجموعات، يعني إزاي أنا بصرف الفاتورة؟ طبعا زي ما احنا عارفين إن في ثلاث مجموعات اللي هي أري إيري إيري كي. فعندنا هنا مجموعة أولى أريفاري تبقى أريبيرو أريبيرو أريبيراي أريبيراي أريبيرا أريبيرا أريبيريمو أريبيريمو أريبيريتي أريبيريتي أريبيرانو أريبيرانو. طبعا ناخد بالنا ان في أتشنتو زي ما احنا شايفين اللي هي الشرطة تبقى فوق الحروف دي على أريبيرو وأريبيرا، ناخد بالنا. المجموعة الثانية prendere يعني ياخد، prenderò prenderai prenderai prenderà prenderà prenderemo prenderete prenderanno. وفي المجموعة الثالثة partire اللي هي يغادر، partirò partirai partirà partirà partiremo partirete partiranno. طبعا زي ما احنا شايفين ان في المجموعة الاولى والمجموعة التانية نهايات زمن الفاتورة بتبقى واحدة، الاختلاف بس هيكون في المجموعة التالتة ان احنا بدل الـ A هنحط E. طبعا زي ما احنا عارفين ان كل زمن ليه الافعال الريجولار بتاعته. على سبيل المثال هنقول هنا اربع افعال اللي هي اسري وفاري وداري وستاري. اسري سارو ساراي ساراي سارا سارا ساريمو ساريمو ساريتي ساريتي سارانو سارانو. طبعا دي في الفطور مثلا انا ساكون انت ستكون هو سيكون احنا هنكون هم هيكونوا وهما هيكونوا. بعد كده فرو
فرو فراي فراي فرا فرا فريمو فريمو فريتي فريتي فرنو فرنو. طبعا على نفس الوزن برضو هيبقى داري اللي هي يعطي وستاري اللي هي يبقى في مكانه. في برضو فينيري فينيري اللي هي يأتي بيري بيري اللي هي يشرب ريمانيري ريمانيري اللي هي يبقى في مكانه بوتيري وفوليري ودوفيري. طبعا احنا عارفين الثلاث افعال دول هم اي فيربي مضارع وسابيري واخيرا افيري. ده كان زمن الفطور معانا. طبعا زي ما احنا قلنا هو يعتبر زمن مهم جدا. وفي حالة لو كان عندكم اي اسئلة سيبوا اسئلتكم في الكومنتات واحنا هنرد عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. تشاو ونشوفكم في الحلقة الجاية.